الموسيقى بتفرق شويه عن الفيو اللي بيجواها الشركه، بس في جواها سيلكت وريسبت وعطيت الفيو ما بياخدش بعمق ده كمان ستور بتاخد بعمق. كل دي نوعي تخليني استخدم مين؟ الستور. بس في حاجات اهم من كده شويه. الستور ده عامل زي فانكشن بالظبط. يعني بترجع اكتر من الفاليو ويبعت جواها ستيتمنت ويبعت جواها ستيتمنت كل ده فوق ما بينها وبين الفانكشن. عندنا ثلاث انواع من الستور بروسيديور، يا اما بيلت ان ستور يا اما يوزر ديفاين يا اما تريجرز. التريجرز دي عباره عن سبيشال تايب من الستور بروسيديور. تفرق ايه عن الستور؟ اول فرق ما بينها وبين الستور ان الستور ده عامل زي فانكشن، يعني وقت ما انت بتحتاجها تعمل لها كول، انما التريجر لا. التريجر ده بيفاير مثلا بعد الريسيت، يفاير مكان الديليت، يعني في اكشن معين لازم يحصل وهو على اساسه يتنفذ. زي مين البيلت ان ستور بروسيديور احنا خدناهم؟ هل فاكر اي بيلت ان ستور بروسيديور احنا خدناها؟ مشكلة كبيرة جدا مع كمية اليوزرز الكتير اللي بيشتغلوا على السيستم. لو
كل كويري انا هقعد اعمل فيه كده حتى لو كان الكويري جوه الفيو، ما هو برضه ما هيروح ينفذ الفيو وبيروح ينفذ الكويري، يعني هيعمل ايه؟ هيعمل برضه البارسنج والكويري تري وهكذا. لو الكويري ده كبير شويه محتاج اقعد اقطع بقى ده في جوز ده في اون وهكذا واقعد اشوف الكلام ده بيتنفذ ازاي. قال لك لا احنا ممكن ناخد الكويري ده ونكلم عندنا كده حاجه اسمها ستور او حاجه زي فانكشن كده اقول له انا عاوز اكريت بروسيجر تمام اسمه مثلا بي 1 اس بحط جواه سيلكت ستيتمنت اللي هو سيلكت مثلا ستار فروم ستودنت وير ان الاي دي مثلا ممكن اخلي الاي دي ده بارامتر لو انا عاوز اخليه بارامتر مثلا ويبقى هادي اكس ده هنا كده انت حاجه بالشكل ده كده. ساعتها لو انت بقى خلاص انا عرفت كده الكود ده عندي فكده هيبقى عندي فانكشن بالشكل ده جوه مين؟ جوه الاتش بتاعي. ساعتها ما احب انفذ كوين زي ده هعمل ايه؟ مش محتاج ابعت كل البارامترز دي ومش محتاج ابعت كل الكاركترز دي. انا فاكر بس كده بي 1 واديله ايه البارامتر بتاع الاكس بي 1 مثلا 10. يبقى دي كانها ايه؟ سيلكت ستار فروم ستيتمنت غير ان الاي دي بيساوي 10. بس ايه الميزه بقى اللي هيعملها لي الستور ده غير كده؟ اولا بس لغايه كده الستور ده اولا قللت عدد الكاركترز اللي ماشيه اوفر النتورك بتاعك. الداتا بيس اوبجكتس مش موجوده. يعني انا اقدر استخدم كمان يوز انكريبشن فما يقدرش يشوف اي حاجه. عملت هايدنج للبزنس رولز هنا، يعني انا مثلا لو عاوز اعمل اي اف ستيتمنت تمنع اليوزر من سيلكت اي دي معين اقدر اعمل الاف ستيتمنت هنا، اقدر هايد البزنس رولز بتاعك هنا، اقدر اكاتش الايرورز هنا لو في اي ايرور هيضرب. يعني مثلا نفترض ان دي انسر وانت بتنسر دبل كي، انت عارف ان دبل كي ده طلع ايرور مسج، ممكن انت تطلع ايرور مسج على مزاجك تقول والله لو كان الكي اللي هو بيدخله ده موجود عندي في الداتا بيس فانا هعمل حاجه ثانيه. بس اقدر اهايد الكلام دي كلها فوائد لغايه دلوقتي من الستور. الفائده الكبيره بقى ان مع اول تنفيذ للكويري ده هو هيجي هنا كده ويلاقي والله انا عندي سيلكت ستار فروم ستودنت وير ان الاي دي بيساوي فاريبل. ساعتها هيعمل ايه؟ هيعمل بارسنج وهيعمل اوبتمايزيشن وهيرسم الكويري تري بتاعتنا ايه؟ تمام؟ ويبدا بقى ينفذ الايه الكود بتاعه في الميموري اللي هو عباره عن ايه مثلا؟ سيلكت ستار فروم ستودنت المره دي وير ان الاي دي بيساوي يعني 10. ده مع اول مره هيرن فيها ستور. لو عمل رن بالستور ده بقى سواء بنفس البارامتر او ببارامتر مختلف ساعتها هيحصل ايه؟ خلاص ما هي اتعمل لها ايه؟ بارسنج قبل كده واتعمل لها ايه؟ اوبتمايزيشن واترسمت مين؟ الكويري تري بتاعتها إيه هي خلاص هي السلكت ثابته اهي خلاص وطريقه التخزين بتاعتها هتبقى كده. طيب السؤال بقى هو ده نفس البارامتر اللي كان موجود ولا بارامتر جديد؟ دي ميزه بقى زياده كمان. لو كان نفس البرامتر وبيستخدم نفس الاكزكيوشن بلان نفس الميموري ويشتغل ويران على طول يعني كان الكويري ده بيبقى سيفد عنده هو فعلا بيسيبه عنده يعني هو بيقول ان الكويري ده رن قبل كده تمام. لو ده برامتر مختلف خالص يبقى هو محتاج بس يعمل ايه؟ كويري بلان تاني للبرامتر المختلفه وبرده بيسيب الكويري بلانز دي عنده وبتنيها موجوده عنده الانترفال اوف تايم السيرفر هو اللي بيحدد الانترفال اوف تايم دي عنده خلاص. ممكن انا اعمل لها جديد لو انا عاوز بس ده ادفانس الاول. فهمنا كده الفوائد بتاعت الستور؟ يبقى واضح قوي ان استخدام الستور ده قد ايه هيأثر على البرفورمانس بتاعه. ده أول حاجة ان هو كبرفورمانس وايز لا الكويري يتحط جوه الستور ده أحسن من يتحط بره الستور. تمام؟ تاني نقطة ان انا أقدر أهايد البيزنس رولز بتاعتي في السيرفر. خلاص ما يبقاش شخص سي شارب يعرف أي حاجة عن البيزنس رولز لأن أنا كاتب البيزنس رولز بتاعتي فين؟ جوه الداتا بيس سيرفر. أقدر أكاتش الإيرورز لو في إيرورز هتطلع. تمام؟ خلاص؟ والميزه من ميزات الستور ان انا اقدر اكتب جواها سيلكت وانسيرت وابديت وديليت ويبقى عبد الحي على طول. بتبقى في المرور على طول؟ جميل. الكويري بلانز دي بتسيبها في السيرفر يعني بتسيبها في السيرفر. دي هتبقى موجوده في السيرفر على طول. دي كسيرفر هتبقى موجوده. هو السيرفر شغال ولا لو قفلت السيرفر طبعا لو عملت ستارت خلاص بقى يعني الدنيا باظت. تمام؟ مش محتاج يعني مع اول رن اي تاني الستور ده هيبدا يعمل كام؟ خلاص. كل ده؟ ينفع. لا لا من اول اي دي كمان يعني انا دلوقتي بكسب بيها كده اي دي مثالي سؤال لو انا غيرت كل ده هعتبر ان ده اي حاجه هل ده يفرق حاجه مع الكوري دي؟ لا بس هو ده اللي يهمني يبقى انا وفرت على الاقل في ايه؟ لو قلنا ان هم اربع خطوات انا موفر في ثلاثه وهعملها فين؟ مش ده بقى مش شرط يعني حتى ستيودنت اسم التيبل ده ما يفرقش الستار ده برضه ما يفرقش ماشي يعني اصلا ممكن كل ده يتغير عشان كده في حاجه اسمها دايناميك عشان كده اقدر استخدم الاكسكيوت ستيتمنت هنا اصلا تمام ده انا اخلي حاجه دايناميك
هي عباره عن التري اللي انا رسمها دي كده حاجه على شكل تري. ممكن يبقى عادي سترينج يعني انا ما اعرفش انا نفسي ما اعرفش شكلها سيف بالظبط. لا كوري بلان ده طريقه تخزين طريقه تنفيذ الكويري في الميموري ان انا حاجز قد ايه وابدا اشتغل ومش عارف ايه. انما مين هيتنفذ قبل مين دي كويري تري تمام. يعني مثلا الاكزكيوشن بلان هتقول لك والله انا هعمل مثلا السلكت الاول وبعد كده الفروم. انما هي بتسال الكويري بلان الاول هو مين اللي بتنفذ الاول. يعني الترتيب موجود في الكويري تري التنفيذ موجود في الكويري بلان. الفانكشنز بتكريت على مستوى ايه؟ بتكريت على مستوى الداتابيز. الاستوردات بتكريت على مستوى ايه؟ الداتابيز برضه. التريجرز بقى بتكريت على مستوى ايه؟ في تريجرز على مستوى التيبل، في تريجرز على مستوى الداتابيز، في تريجرز على مستوى السيرفرز. هو اصلا السيكور سيرفر ده من جواه كده في تريجرز كتير جدا. خلاص؟ طيب. لسه هنتكلم عليه بعد ما خلص الستور ده هناخده بالتفصيل يعني. بس اسمه لازم يتذكر معانا كده في الطريق انما هو هيتاخد بالتفصيل بعد شويه. هتيجي على داتابيز من الداتابيز الموجود عندك وتبدا تقرر بقى انا عاوز اكريت ستور دوت. اقول له والله انا عاوز اكريت هكتب كلمه بروك او اكتب كلمه بروسيجر الاثنين صح. اسميها مثلا جيت مثلا ستودنتس اقول له از اقول له سلكت ستار فروم ستودنت. اقول له انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اعمل ران للكلام ده كده خلاص كده اكنه سيف دي كويري زي الفيو شويه. عامل زي الفيو شويه ان انا والله سيلكت ستيتمنت موجوده جوه فانكشن وانا بستخدمها. بس يفرق ايه عن الفانكشن؟ ان انت ما تيجي كول ستورد اولا انت ما بتيجي كول ستورد مش زي الفانكشن. فانكشن انت بتعملها كولينج في الفروم او في الوير او كده هي بارت من الكود بتاعك. انما لما بتيجي ترن ستورد بترن ستورد باسمها على طول تقول والله انا عاوز ران الكود اللي بالشكل ده كده. بس مين دي؟ دي اكيد ستورد بروسيجر موجوده عندك اكزكيوت وادي مين وادي الداتا. بس ايه اللي حصل عندنا بقى؟ اللي حصل عندنا ان الكويري ده دلوقتي كده كانه بقى سيفد جوه مين؟ جوه السيرفر ك اكزكيوشن بلان وك كويري تري. شكله هيتنفذ عامل ازاي لما بتيجي تعمل كول تاني مره للستور؟ بيبقى البرفورمانس بتاعه اسرع. لو كميه الداتا هنا كتير تلاقي لا البرفورمانس اسرع بكتير لو انت بتنفذ الكويري ده لوحده. وانا برن ده لوحده غير ما رنها جوه مين؟ جوه الستور. يمكن الداتا هنا مش كتير قوي فمش باين لما تكون كميه الداتا كتير هيبان الفرق ما بين الاثنين وبعض. تمام. انا قلت كمان ان انا اقدر استخدم الستور دي عشان اكاتش الايرورز بتاعتي. اقدر استخدم الايرورز لا هو عنده اصلا تيبل اسمه سيستم بروسيجرز في مش الاوتبوت. انا ماليش دعوه بالاوتبوت. انا ليا دعوه الكويري ده كسنتكس وايز مكتوب صح ولا لا. الاسامي التيبلز والكولومز الموجوده جواه مكتوبه صح ولا لا. طريقه تنفيذه ازاي هو ده اللي بتسيف ده اللي سيفت. اكيد لان انا مش محتاج كل مره امسك كويري كده واقول هو الكويري ده جواه ايه. فابدا اقول والله ده جواه جوين وبعد كده ده جواه فروم ده جواه سب كويري ده جواه كذا وبعد كده ارتب مين هيتنفذ قبل مين. مش محتاج اقطع يعني. لا انت بتتكلم على الستورد ولا بتتكلم على الكويري عادي؟ انت عندك داتا كتير صح وعاوز تنفذ كويري عادي. ساعتها ايه اللي هيحصل عشان الداتا الكتير دي تيجي؟ بارسنج اوبتمايزيشن كويري تري تمام ونفذ صح. في اربع خطوات اهم تتعمل. لو انت حطيتها جوه ستورد انت هتنفذ الاخيره بس اكيد بريفورمانس وايز اسرع بكتير. ماشي ماشي بس انت برضو وفرت. لا يجيب يا باشمهندس لما يكون الكويري بتاعك فيه جوين وسب كويريز كبارسنج وسنتكس وايز وان الداتابيز اوبجكتس دي موجوده ولا لا ومين هيتنفذ قبل مين. كل الكلام ده بياخد تايم. هو كل التايمز دي اصلا سريعه يعني هي كلها حاجات من 10 ولا من 100 من الثانيه.
بس انا موفر في ده ووفر في ده وفي ده مع كميه اليوزرز كتير يوفر معايا. خلاص انا اكيد الريدنج بتاع الداتا انا ما اقدرش اعمل فيه حاجه اكيد يعني، ده مش هقدر اجي جنبه. غير ان السيكول سيرفر نفسه ليه طريقه في الاوبتمايزيشن مختلفه شويه. يعني انت لو كاتب مثلا هنا كده وير مثلا student underscore h ده ككويري يعني ككويري وايز بيساوي 20 and student underscore first name يساوي احمد، هو السؤال اللي بيطرح نفسه هو ينفذ الوير يجيب الايجز اللي عندها 20 سنه الاول وبعد كده يجيب الناس اللي اسمهم احمد، ولا يجيب الناس اللي اسمهم احمد وبعد كده يدور الناس اللي عندها 20؟ لا لا لا، هو بيشوف مين الفاليوز الاقل ويران عليها كويري الاول وبعد كده يرن، فهو ليه اوبتمايزيشن خاص بيه كمان. يعني هو الكويري مش بيرن كده عشوائي، ايوه بس بيشوف الفاليوز الاقل ايه، ده اسرع له، ده اسرع له. لا 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 لا، ليه بقى؟ لان انا ممكن يكون عندي هنا مليون ريكورد، مليون ريكورد عندهم 20 سنه وعندي طالب واحد اسمه احمد، ساعتها اصبري بس ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هيجيب المليون ريكورد كلهم في الميموري وبعد كده يختار منهم مين الشخص اللي هو عاوزه. عارف ازاي ان احمد لا هو بقى ايوه هقول لك ليه هو عارف ازاي. يعني عندنا في البروبرتيز بتاعه الداتابيس كده في الاوبشنز دي في حاجه اسمها اوتو ابديت ستاتستكس. مين الاستاتستكس دي؟ دي معلومات بيخزنها السيرفرز عن الفاليوز الموجوده في التيبل، الكلمه دي موجوده كم مره، الكلمه دي موجوده كم مره، الفاليو دي موجوده كم مره، دي حاجات هو بيعملها لوحده. طب ما الكلام ده يضيع وقت معايا، يضيع وقت بس لما يجي ينفذ الكويريز، يعني هو يضيع وقت مره واحده، لما يجي ينفذ الكويريز بقى اللي هي سيلكت على طول على طول يستخدم الاستاتستكس الموجوده عنده دي، فيعرف الفاليو دي اكتر من الفاليو دي، يبقى انا انفذ دي الاول وبعد كده انفذ دي. ده اوبتمايزيشن سيكول سيرفر نفسه بيعمله لوحده. خلاص طيب، لو انا عاوز اعمل انسيرت ستيتمنت انا ممكن اقول له عاوز اكريت بروسيجر اسمها بي مثلا 2 وابعت لها بارامتر مثلا اقول له اي دي، عاوز انسيرت الاي دي كوما ستودنت اندرسكور ده عباره عن انتجر، وابعت له كمان النيم ده عباره عن فار كاركتر، وابعت له الايج ميزه ان انا احط الانسيرت ستيتمنت بتاعتي كده انسيرت انتو student واختار الكولومز بتاعتي student underscore id student underscore first name student underscore age واقول له values وابدا اديله البارامترز بتاعتي. غير بقى الفوائد اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، ان انا اقدر اجي هنا كده اقول له لا والله انا مش بانسرت اي ايجز تجيلي، انا عاوز الانسيرت ستيتمنت دي تتنفذ لو كان الايج بتاعي مثلا اقل من 30. ساعتها كده بتعمل ايه؟ ده البيزنس رولز، البيزنس رولز، البيزنس نفسه ليه شويه رولز. انا مش بدي الرولز دي لاي حد، انا بدي الرولز دي بس لمين؟ للشخص اللي بيعمل الاستوردات، تبقى الرولز دي هو مسؤول عنها. وعلى فكره الناس لما بتيجي تمضي عقود مع بعض في الشركات بتعمل كده. يعني لو هديك البيزنس بتاع اتصالات احنا بنمضي عقد ان لو حصل تسريب للبيزنس ده انت مطالب ان انت ترجع لي كل الفلوس بتاعتك، ممكن كمان تدفع غرامه، ده فعليا بيحصل. فانت البيزنس رولز دي ما ينفعش تبقى مع اي حد كده، خلاص البيزنس رولز دي بتبقى مع ناس معينه اللي هي مين؟ لو انت تقدر تهايد البيزنس رولز بتاعتك في الداتابيز يبقى الناس بتاعت الداتابيز هي المسؤوله. هفهمكم يا جماعه والله احنا بنحسب الضرايب بتاعتنا ازاي، بنحسب المرتبات بتاعتنا ازاي وهكذا، كل الرولز بتاعتنا هديها لك، وتبدا انت تهايد البيزنس رولز دي جوه جوه كلها جوه مين؟ جوه السيرفر. ساعتها الديفلوبرز بقى اللي بيعملوا البروجرام ما لهمش اي دعوه، انا ليا ان انا بنفذ انسيرت ستيتمنت، اخد البارامتر واعمل ايه؟ ران كده، ادي الستور داي بقت موجوده. انا بقى كشخص شغال على السي شارب مثلا اقول والله انا عندي ستور اسمها بي 2 ببعت لها الاي دي وببعت لها النيم وببعت لها مين مثلا الاتش، ايه اللي هيحصل؟ انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. هي الفورمه كانت مبنيه كده في تكست بوكس بياخد الاي دي، تكست بوكس بياخد النيم، وتكست بوكس بياخد الايه الايج وخلاص، وادي الفاليوز بتاعتي وبعتها خلاص. طبعا لو انا مثلا بدخل دبل كيت كي هيطلع ايرور، لو انا بدخل دبل كيت كي هيطلع ايرور اكيد. برضو نفس الكلام، ممكن اجي هنا كده وانا اعرف منين الكويري الاي دي ده موجود ولا لا. انت مثلا بعت اي دي ممكن تديكلير هنا كده تقول والله انا عاوز اديكلير ات اي مثلا ده انتجر، وتقول له ده بيساوي انا عاوز اعرف الاي دي اللي انا بدخله ده موجود ولا لا، اقول له سيلكت ستودنت اندرسكور اي دي فروم ستودنت
where ان ال student underscore id equal مين هات id. كده الستمنت دي تعمل ايه؟ الستمنت دي هترن نال تمام، يعني هتخلي الفاريبل بتاعك لسه بنال زي ما هو، يا اما ترن رقم. ساعتها انا اجي اقدر اقول له هنا كده كمان condition and the i is not null. الات i is not null. كده انت منعت الايرورز تظهر تمام. وتقدر كمان لو انت عاوز تطلع له مسج معينه تطلعها له، يعني عاوز تطلع مسج كمان معينه تقدر تعمل. لو الكونديشن مش يعني مش هيرجع ايرور خلاص، انا ممكن عادي انس واعمل اللي انا عاوزه، يعني اكتب كود زي ما انت عاوز، يعني else كده. وهنشوف دلوقتي ريتيرن ازاي لو انا عاوز ريتيرن اي حاجه. else واكتب اي كود انت عاوزه. خلاص بقى دي كده انت بقى كان ستيتمنت، بتكون الستيتمنت والله لو هي سليمه هتتنفذ، لو هي سليمه مش هتتنفذ وخلاص وخلاص تمام. ده الكود اللي مكتوب لغايه دلوقتي، فهمنا كده القصه. وادي الران بتاعنا اكزكيوت، وادي اي 1 رو افكت. لو جيت تعملها تاني اكزكيوت ماشي، فايوليشن برايمري كي، ده بيدور على مين بقى؟ كاتبين ايه كود غلط؟ ماشي ماشي، انا ما عدلتش. المفروض ان انا ده كده ما يطلعش ايرور برضو. لا سوري، لا لو هو از نوت نل المفروض يتنفذ. لو نل مفيش اي دي انا مش مركز، يعني لو كان بنل يبقى مفيش اي دي موجود. هي ران تاني مفيش ايرورز. ده برضو نوع من انواع المحافظه على شكل الكود بتاعك، لان انت بتيجي تشتغل سي شارب ويحصل فايوليشن الكلام ده، البيج بتاعتك بتضرب. في بعض الويب سايتس تخش عليها كده بتقرا حاجه من داتابيس تلاقي الويب سايت تحول كده بقى احمر وشويه ايرورز. طب لو انت ممكن ما تطلعش كل الكلام ده. وانا لو عايزه اعمل سي شارب او اي اس بي، يعني هاخد زي طبعا ايه لازمه الفانكشنز؟ الفانكشن بتستخدم مع السيلكتور وير وفروم، دي الميزه الكبيره بتاعتها، دي اكبر ميزه فيها. لا ما اقدرش طبعا، شايف ان انا اقدر استخدمه مع السيلكت بتاع ازاي؟ هي بتتكتب كده. الفانكشن حاجه، فانكشن جاي من الكود بتاع البروجرامنج، ان انت عندك كود كبير شويه وبتقسمه لشويه حاجات وتنفذه، عندك ريبيت التاسك بتنفذها كتير فبتحطها فانكشن وتجيبها. هو ده الكونسبت بتاع الفانكشنز، ملوش دعوه بالسيكور سيرفر اصلا. هو خد نفس الكونسبت ده وبنى شويه فانكشنز عنه تمام. انما الستور دي ليها طريقه ثانيه، وليها طريقه ثانيه في البارسنج والاوبتمايزيشن والبرفورمانس مختلفه تماما عن الفانكشن تمام. وصلت كده المعلومه؟ طب ازاي بقى اباصي بارامتر؟ هل في انواع من الباسنج بتاع البارامترز بتاعتي للستور؟ طب ازاي ريتيرن فاليو من الستور وهكذا؟ كده كده باي ديفولت الستور بترجع ريزلت ست، يعني زي الستور اللي احنا كنا كاتبينها فوق دي، دي لوحدها كده لما انت بتعملها ران دي بتعمل ايه؟ بتريتيرن ريزلت ست. ده الديفولت بتاع الايه؟ بتاع الستور، ان هي بترجع السيلكت ستيتمنت اللي موجوده جوه. بس لو عاوزين نبقى دقيقين شويه تعالوا نكتب مثلا ستور. الستور دي بتريتيرن الاي دي بتاع الطالب لما ابعت له مثلا، او بتريتيرن الايدج لما ابعت اي دي معين. فاقول له انا عاوز اكريت بروسيدير اسمها مثلا بي 3، هبعت لها الاي دي ده انتجر، اقول له از، اقول له سيلكت ستودنت اندرسكور ايج فروم ستودنت. وير ستودنت اندرسكور اي دي بيساوي مين؟ ات اي دي. لو انت رنيت الستور دي بس كده وقفت ماشي، ادي الستور ده ايه؟ عاوز اعملها رن اقول له بي 3 مثلا 10 واجي رن. مشكله ده ايه؟ ان دلوقتي الريزلت دي رجعت لك بس انا ما قدرتش استفاد منها، يعني هي رجعت في الميموري وتعرضت لي وخلاص، لان عاوز الريزلت اللي جايه دي اخدها في فاريبل وابعتها لفانكشن مثلا تعمل حاجه ثانيه. عاوز الريزلت اللي جايه دي استفاد منها. ساعتها بقى انت عندك كذا طريقه ريتيرن بيها الفاليو. ممكن تيجي هنا كده وتقول له ريتيرن، وتقول له والله انا ريتيرن مين؟ الات ايج. فلازم ساعتها تيجي هنا كده تقول له انا عاوز ديكلير ات ايج، ده عباره عن ايه؟
انتجر واقول له استقبل لي الكلام ده في مين الاتي. ساعتها هنا كده بقى عشان تنفذ الستور دي ساعتها عشان ننفذ بقى الستور دي هاجي هنا كده واقول له عاوز ديكلير ات ايه مثلا عشان ريتيرن فيه الفاليو بتاعتي. الستور دايما بتتنادى باسمها، الستور دايما بتتنادى باسمها. في بعض الحالات لازم غصب عني احط كلمه اكزيكيوت قبل ايه، قبل الكولنج بتاع الستور. ايه الحالات دي؟ لو في اي لاين كود هيرن في نفس الباتش بتاع الستور ده قبل الستور لازم تفصل ما بينه وما بين الستور ده بالكلمه دي، يعني كانه بيقول ان اللاين ده حاجه لوحدها واكزيكيوت دي عشان اللي جاي بعد كده يبقى ستور. تمام؟ ممكن احط لا بس جو دي احنا عارفين ان الفاريبل بيبقى لوكال على مستوى الباتش. لو انت دلوقتي حطيت جو كده دي باتش ودي باتش هيقول لك الفاريبل مش متعرف. تمام؟ بونص اعرض لي مين الات اتش او الات اي. مفهومه كده انا بعمل ايه؟ عادي انا بقول ستورد بس بكاتش مين؟ بكاتش الريتيرن بتاع الستورد بتاعتي اكزكيوت ادي الفاليو بتاعتي خلاص. تمام؟ ممكن اعمل ايه؟ فين؟ بس واحد مثلا في واحد ايه؟ تحت مش دي حاجه ودي حاجه؟ اه مفيش مشكله يعني ده لو ات ايدج مش هيعمل اي حاجه يعني. ده مكان وده مكان. ده انا بس سميتهم باسامي مختلفه عشان تعرفوا بس ان هم مش يعني مش نفس الحاجه خلاص. بس ده غلط بقى، دي غلط. اولا الريتيرن دي ما بتريترنش غير ارقام بس وهو فاريبل واحد بس. طب افرض انت عاوز تريترن اكتر من فاريبل او عاوز تريترن تيبل او عاوز هو كده سيلكت بتريترن اكنها تيبل يعني عاوز ارترن فار كاركتر عاوز ارترن اكتر من قيمه اعمل الكلام ده ازاي؟ تمام؟ فقال لك اصلا الريترن دي المفروض ان انت لو عاوز تعرف فاريبل يعني تستخدمه مش المفروض ان انت تعمل الكلام ده في الريترن. يعني لو عاوز اكتب نفس الكود ده كده وعاوز ريتيرن الايج ده قال لك الريتيرن دي مش معموله عشان كده. الريتيرن دي معموله عشان بس تبقى هي نهايه الستور ده واحده من الفوائد بتاعتها ومعموله عشان الايرورز. بمعنى ايه؟ ان احنا كديفلوبرز شغالين سي شارب مثلا من كل ستور دوت معينه هنتفق مع بعض كده اما الستور ده ريتيرن لينا 1 ده معناه ان الستور ده اتنفذت صح، اما الستور ده ريتيرن لينا 2 معناه ان حصل فايوليشن في البرايمري كي، اما الستور ده ريتيرن لينا 3 معناه ان حصل فايوليشن في الفورين كي وهكذا. احنا بنسيت مع بعض ايه الرولز دي كده. ساعتها بقى اللي بيكتب الاستوردات بيرجع في الريتيرن دي البيهيفير بتاع الاستور حصل ايه. يبقى معنى الفاليو الموجوده جنب الريتيرن مش هي مش معموله عشان تبقى هي دي الريتيرن فاليو بتاعه الاستور، لا هي معموله عشان تديكيت هل البيهيفير بتاع الاستور اتنفذ كويس ولا لا. فاهمين النقطه دي؟ ده ككونسبت وايز ما فيش حاجه في السنتكس هنا تمنعني انا رجعت الايدج اهو، بس ده ككونسبت وكلوجيك مش صح قوي. الصح ان احنا بنتفق ان الريتيرن دي بتريترن رقم بيريبريزنت عندنا حاجه في البيزنس. تمام؟ ان انا عملت حاجه صح او عملت حاجه غلط وهكذا. طب انا لو عاوز ريتيرن الايدج قال لك ميزه الستور دي انها بتاخد نوعين من البارامترز، تاخد نوعين من البارامتر، حاجه اسمها انبوت بارامتر وحاجه اسمها انبوت اوتبوت بارامتر. يعني ممكن اجي هنا كده واقول له ات ايدج ده عباره عن انتجر وعباره عن اوتبوت بارامتر، وساعتها مش محتاجه ديكلير ده جوه هنا كده ومش محتاج اقول له ريتيرن. تمام؟ فهاجي كده اعمل مثلا الستورد دي كده اقول له اكزكيوت. لما اجي كل الستورد دي بنفس الطريقه اللي فوق دي كده عاوز اقول الستورد دي هاجي هنا كده واقول له ايه والله ادي الفاليو خلاص مش هاخد الريتيرن ده انا هاكل الستورد. انا عاوز احط الريتيرن في مين؟ في الات ايج. اجي هنا كده اقول له كوما وابعت الات ايج بس ابعته ازا ايه؟ اوت بوت بره. ساعتها لما اجي ران اكزكيوت طلع نفس الرسم. ساعتها بقى انا اقدر احط هنا اكتر من اوتبوت بارامتر زي ما انا عاوز 3 4 5 هو بيعتبر انبوت واوتبوت في نفس الوقت. يعني ايه النوعين؟ في ثلاث انواع من البارامترز موجودين في الستور، الريتيرن وفهمنا دي بتعمل ايه وانبوت بارامتر وحاجه اسمها انبوت اوتبوت بارامتر. يعني هو ممكن يكون انبوت واوتبوت في نفس الوقت. خلاص فهمنا كده القصه؟ الدنيا سهله. كده كده سيلكت بتريترن التيبل ده. يعني انا التيبل ده انا ما باجي ارن ستوردايا الستوردايا فيها سيلكت ستيتمنت، الستوردايا دي فيها سيلكت ستيتمنت، انا بستقبلها في الشارب في حاجه اسمها داتا سيت. فداتا سيت بتستقبل مين؟
التيبل ده كله بالكامل هذا وان يونت كده على بعضه خلاص ماشي. ما هو هنا لا انت هنا عاوز تعمل ايه؟ انت عايزك عاوز ترتين هنا سيت اوف ايجز خلاص. انت ممكن تعرف ده از تيبل يعني احنا عندنا واحد من التايبس بتاعتنا تعرفه از تيبل بس فين الاستراكشر بتاع التيبل؟ هتضطر تطلع هنا وتقول له الاول انا عاوز ديكلير مثلا نكتب لكم شويه منها وانتم تكملوا يعني. انا عاوز ديكلير مثلا اد تي ده عباره عن تيبل. طب الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن ايجز صح؟ ايج ده انتجر. واجي هنا اقول له مين؟ بدل ده اجي اقول له ده بياخد مين؟ ال اد تي وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اد تي وده عباره عن ايه؟ عن تيبل وعباره عن ايه كمان؟ اوت بالبرنت ماشي. وساعتها لازم ارن كل الستاتمنت دي مع بعض. لازم بقى اظبط الكود اللي جوه ده يبقى انسيرت بيزد اون سيلكت خلاص. بس لازم ساعتها ارن الكود ده كله كده مع بعض وهو بيفهم ان ده التيبل اللي معمول للستور دي. ده لو انا عاوز اعمل كده خلاص. بس باي ديفولت تاني الستور دي الناتج بتاع السيلكت ده بيرجع وانا بعرف استقبله في الابلكيشنز من غير ما اعمل الخطوه دي. تمام في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي خلاص عرفنا ايه انواع البارامترز اللي بياخدها الستور سواء انبوت او اوت بارامتر او ريتيرن بارامتر. في بقى حاجه اسمها باسنج للبارامترز. لو انا مثلا عملت كرييت في داتا سيت حاجه اسمها داتا سيت في السي شارب يعني عندي مثلا بي 5 هنقول مثلا ان دي بتاخد تو بارامتر مثلا ات اكس وات واي. وبترتين المجموعة مثلا add x add x plus add y خلاص. ادي ستور دي بتجمع رقمين عاوزين بقى نتكلم في كذا حاجة. لو انا عاوز ابعت values للستور دي هقول له كده والله b5 دي وابعت مثلا 1 و2 ساعتها هو بيعمل ايه؟ بياخد البارامتر الاولاني يحطه فين؟ في اول مكان والبارامتر الثاني يحطه في ثاني مكان. ده كده اسمه باسنج باي بوزيشن ان انا بوصل البارامترز بتاعتي بير بوزيشن. الاولاني يجي في الاولاني الثاني يجي في الثاني وهكذا. في حاجه ثانيه اسمها باسنج باي نيم يعني ممكن اقول له كده بس لازم ابقى عارف اسامي البارامترز بتاعتي. ساعتها دي مش زي الاولانيه طلع نفس الريزلت بس مش زي الاولانيه لان هو بياخد الفاليوز باسامي مين؟ البارامتر. ساعتها لازم اكون عارف اسامي البارامترز اللي بتتبعت للستور. ده اسمه كده باسنج باي ايه؟ باسنج باي نيم. تمام. ممكن كمان لو عاوز ادي ديفولت فاليو مثلا هاجي هنا كده اقول له 10 مثلا. اقول له الترن ستور واجي ران اكزكيوت اجي ران ده كده انا باعت بارامتر واحد دي برده بيطلع نيتنج مفيش اي مشكله. الديفولت موجوده موجوده مش موجوده هبدلها مثلا 44 اما اجي ران كده خلاص مش هيستخدم الديفولت بتاعه خلاص. يبقى انا عندي انبوت بارامتر اوتبوت بارامتر ريتيرن بارامتر عندي اقدر احط ديفولت فاليو اقدر احط ديفولت فاليو. عندي نوعين من الباسنج يا اما باس باي فاليو يا اما باس باي ايه سوري باس باي بوزيشن او باس باي ايه باي نيم. مين هو النيم؟ نيم اوف بارامتر خلاص. سؤال بتاع عبد الحي كمان هو انا ينفع استقبل السيلكت دي في حاجه؟ احنا عندنا نوع من انواع الانسيرت بس انتوا ناسينه. انسيرت مثلا انتو ستودنت بيزد اون اكزكيوت مش فاكرين احنا قلنا ان في نوع من انواع الانسيرت اسمه كده يعني في نوع من انواع الانسيرت اسمه ايه؟ انسيرت بيزد اون اكزكيوت وابعت لها مين؟ اسم الستورد بتاعتي. ساعتها يعمل ايه؟ يروح ينفذ الستورد وياخد الاوت بتاع الستورد يحطه مين؟ في التيبل ده وينفع تشتغل عليه. ممكن التيبل ده بقى يبقى مثلا تيمب تيبل مثلا. ساعتها انت هتكريت التيمب تيبل ده في الران تايم وتستقبل فيه الداتا وتشتغل عليه وبعد ما تخلص خلاص مش عاوز منه اي حاجه. خلاص؟ وهو لازم انتوا تحطوا في دماغكم كده ان الدنيا كلها بتشتغل مع بعض في الاخر. احنا بناخد سيبريت التوبكس بس اللي بيجي بعد كده انت بيبقى عندك بروبلم معينه بتدور على السوليوشنز بتاعت البروبلم. اه والله انا محتاج اعمل فيو واحط الفيو جوه ستورد انا محتاج دلوقتي اكاري التيمب تيبل انا محتاج اعرف ثلاثه فاريبلز وهكذا. انت بتجمع كل اللي احنا خدناه في الكورس بس حسب البيزنس رولز بتاعك. مفيش حد بيستخدم الحاجات دي سيبريتد عن بعض زي ما احنا بنجربها كده خلاص. لو انا بقى كمان عاوز اعمل دايناميك ستورد عاوز اعمل دايناميك ستورد يعني ستورد تاخد اي بارامترز وتشتغل. يعني عاوز اقول له كرييت مثلا بروسيجر بي 7
زي variable list كده. هيقوله مثلا انا عاوز اعمل ايه، اسلكت اي حاجة from اي حاجة. ساعتها كده الفانكشن دي بتعمل ايه، بتاخد تو بارامترز اللي هما اسامي الكولومز اللي عندك من فار كاركتر، واقدر كمان اقول له ات تي ده عباره عن ايه برضه. خلاص واقول له انا عاوز اكريت الستور دي، معترض على ايه؟ يمصل ديكلير المين الات تي. خلاص احنا عارفين ان المشكله اصلا مش قصه ان هو عاوز يديكلير الات تي والكلام ده، مشكلته انه ما ينفعش يحط فار كاركتر عند مين، عند الفروم، لان الفروم دي عاوزه ايه، اسم تيبل او اسم فيو او اسم فانكشن بترترن تيبل، ما ينفعش انا احط عندها فاريبل. بس اقدر اجي هنا كده واقول له ايه، اعمل بقى دايناميك كويري اللي احنا كنا خدناه ده، دي كده يطلق عليها دايناميك ستورد بروسيجر. يعني دي ستورد بروسيجر بترن بصرف النظر عن مين البارامترز اللي هي طالعه منها. طب هي اتسلكت من انهي تيبل؟ ما اعرفش، انا هعرف الران تايم. اجي هنا كده واقول له ان انا عندي بقى الستورد اللي هي مثلا بي 7 دي، وبتاخد مثلا الكولو مثلا ستار والتيبل ستيو. تمام خلاص معانا يا باشمهندس محمود. ينفع ايه؟ لا لازم ساعتها تكتب الكود اللي بيعمل كده. ساعتها هتقول ايه، انت عاوز تبعت هنا بارامتر، انا افترض زي ما هو بيقول، يعني انا عاوز اكريت كده بروسيدجر اسمها مثلا بي 8. انت بتقول ان هي تاخد بارامتر صح، هات اكس، بس هات اكس ده عباره عن شويه ارقام مع بعض مثلا مفصولين ما بينهم وبين بعض بكوم. لازم ساعتها تيجي انت جوه هنا وتفك الكلام ده، تعمل بقى لوب عليها وتقطع وتشتغل وتعرف فاريبل، تقعد تعمل سب سترنج بقى وتبارسها الانتجر. لازم تكتب كود بيعمل كده لازم. سؤاله ان انا دلوقتي مثلا شايف الات اكس دي، هعملها فار كاركتر. الات اكس دي مثلا لما اجي ابعتها، هبعتها ازاي؟ لما هي كل ستورد هبعتها كده 6 7 8 9. طب انا عاوزه يعمل ايه؟ عاوزه يجمع الارقام دي. ساعتها لازم تكتب كود يعمل كده، يقطع بقى سب سترنج ويفصل بالكوما وياخد اول فاليو يحطها في فاريبل وكونفرت الفاريبل ويبدا يجمع، ويبقى في لوب بتعمل كده. خلاص خدناها دي، لسه عامله عليها كويري اول امبارح. ماشي، ما انا هنا محتاج اعمل كده، ادي بدايه وادي نهايه واقطع في اندكس اوف. عاوزه اندكس اوف بالاندكس يعني، ماشي، في كل حاجه خلاص. بس انت تدور على الميثودز اللي انت مستخدمها وترن الكود بتاعك. خلاص عاوز اتاكد بس ان احنا خدنا كل حاجه في الستور. خلاص واحدة من الميزات بتاعت الستورد ان انت ممكن تستعملها زي مين؟ زي الفيو. يعني احنا عيب الستورد دي، احنا قلنا ان هي بتهايد مين؟ بتهايد البيزنس رولز صح؟ ده الميزة بتاعت الستورد. ناخد واحدة من اللي فوق خالص دي. هنا كده. ميزة الستورد دي ان هي بتهايد مين؟ بتهايد الداتا دي. تمام؟ ان انت عاوز تعمل انسيرت واسم تيبل ومش عارف ايه. بس عيب الكلام ده لو حد عمل برضه اس بي اندر سكور هيلب بالشكل ده كده، وقال له انا عاوز اجيب بي 2، هيعمل ايه؟ هيجيب لك الايه الكود بتاعك وادي البارامترز بتاعتك اللي بتاخدها وان دي ستورد. ينفع بقى انت تستخدم بقى شويه البارامترز دي عشان تعمل حاجه ثانيه. خلاص وهكذا. عشان اهايد الكلام ده انا ممكن اجي هنا كده اقول له ايه؟ برضه هنا كده اقول له ويز ايه؟ انكريبشن. الحمد لله ده شيء كويس. خلاص؟ في اي سؤال ثاني في الستورد؟ مطلوب بقى منكم في اللاب 10 15 ستورد كده تقعدوا تكتبوهم ايه؟ بس بالرولز اللي احنا ايه قلناها دي. نيجي بقى لمين؟ للتريجرز. احنا اللاب النهارده في ثلاث حاجات في اللاب، يعني ستوردات، تريجرز، واكس ام ال. لا لا يعني كلهم على بعض 15 واحد، كلهم على بعض.
خلاص. مهم ايه هي التريجرز؟ قلنا التريجرز هي عباره عن سبيشال ستورد بروسيجر بس بيحصل لها كولينج اوتوماتيك. في علم الداتابيز بصفه عامه خالص في حاجه اسمها ثلاث انواع من التريجرز، حاجه اسمها بيفور تريجر وانستيد اوف تريجر وافتر تريجر. يعني انت بتقول ان التريجر ده هيتنفذ يا اما قبل الانسرت يا اما بعد الانسرت، تمام، يا اما بدل الانسرت. بس عندنا في سيكول سيرفر هنا فيش غير نوعين، لان هو بيصعد عن النوع بتاع البيفور ده بالرولز بتاعه. عندنا حاجه اسمها انستيد اوف وحاجه اسمها افتر. يعني بكتب كود جوه التريجر يا يتنفذ بدل الاستيتمنت اللي انت بتعملها يا يتنفذ بعد الاستيتمنت اللي انت بتعملها. يا يتنفذ بدل الاستيتمنت اللي انت بتعملها يا اما يتنفذ بعد الاستيتمنت اللي بتعملها. فالتريجر ده بيتعرف ازاي؟ بقول له والله انا عاوز اكريت تريجر وبدي التريجر ده اسم مثلا تي 1، اقول له اون تريجر. احنا ناخد اول نوع من انواع التريجرز دلوقتي اللي بيتكريت على مستوى التيبل. في تريجرز بتتكريت على مستوى السيرفر، في تريجرز بتتكريت على مستوى التيبل، في تريجرز بتتكريت على مستوى الداتابيز. يعني انت لو جيت واقف هنا كده على اي تيبل، دخلت جوه التيبل كده، ايه اللي بيتكريت على مستوى التيبل؟ كل الحاجات دي منها مين؟ التريجرز. عندنا كمان على مستوى الداتابيز نفسها في البروجرامابيليتي كده في حاجه اسمها داتابيز ايه؟ تريجرز. وفي كمان على مستوى السيرفر. خلاص، طيب التريجر بتاعي هكريته مثلا، عاوز اكري التريجر على تيبل ستودنت مثلا. طب التريجر ده انت عامله ليه؟ هقول له افتر مثلا افتر انسرت. طب انت عاوز تعمل ايه بعد ما يحصل انسرت؟ عاوز اعرض مثلا اليوزر نيم او عاوز اعرض التايم اللي حصل فيه انسرت، فاقول له سيلكت مين؟ جدي وران مين؟ التريجر. بس قبل ما ران التريجر تعالوا احنا نكتب كده انسرت into student ال values بتاعتي مثلا student id، عاوز ادخل student id بس values. انا وانت بتران ال statement دي كده execute مفيش اي حاجه، ونرو effected خلاص. لما تعالى كريت التريجر، تعالى نفذ نفس ال statement دي كده، مين اللي طالع ده؟ خلاص انت بتقول والله انا مكري التريجر افتر انسرت، يعني بعد كل انسرت ستيتمنت، تمام، بعد كل انسرت ستيتمنت روح اعمل ايه؟ اعمل كولينج للتريجر ده ونفذ الكود اللي جواه. خلاص تمام. ايه ما ردش الريزلت بتاعك؟ ايه مين بقى ون رو افكتد الاولانيه ومين ون رو افكتد الثانيه؟ اول واحده الانسرت والثانيه مين؟ سيلكت بتاعت جدي. تمام. في كمان نوع تاني من التريجرز، اقول والله انا عاوز اكاري التريجر يمنع الناس ان هي تعمل ديليت، تمام، او يمنع الناس ان هي تعمل ابديت مثلا. خلاص، اقول ان انا عاوز اكريت تريجر اسمه مثلا تي 2 اون برضو على تيبل مثلا ستودنت انستيد اوف اوف update is، تمام، واكتب اي حاجه. عاوز اعرف مين اليوزر اللي حاول يعمل ابديت، انا مانع الناس كلها تعمل ابديت وعاوز اعرف مين اليوزر اللي حاول يعمل ابديت. اقول له select، طبعا التريجر زي الستورد بيكتب جواه insert وابديت وديليت وسيلكت زي ما انت عاوز. تمام، اقول له insert select مثلا السيرفر يوزر اندرسكور نيم واجي ران كده الكلام ده. لو انا كتبت update statement اقول له انا عاوز update student set student underscore age يساوي كام؟ 30. خلاص كفايه بس كده، واقول له انا عاوز execute طلع مين اليوزر اللي حاول يعمل update. خلاص، ومفيش اي حاجه اتنفذت في الداتابيز. لو فتحت الداتابيز مفيش، هو one row affected ايه و17 row affected، ده هو حاول ينفذ statement فحطها في اللوك فايل، وبعد كده لقى مين؟ لقى انستد اوف فراح واقف، عمل زي رول باك كده اوتوماتيك رول باكنج لوحده. لو انا فتحت التيبل بتاعي ماشي، ايه اللي فتح التيبل 17 ادي الايدج بتاعتي زي ما هي، ما اتعدلتش ولا اي حاجه. تمام، فين الايدج؟ خلاص، هو بس دول الروز اللي هو كان هيحاول يعمل ايه؟ يعمل لهم الابديت. شد دلوقتي هتنفذ ابديت ستيتمنت، احنا عارفين كاكزكيوشن وايز ايه اللي بيحصل. كاكزكيوشن وايز الابديت ستيتمنت دي بتتكتب في اللوك فايل،
ويحاول ينفذها في الداتابيز بيلاقي عليها تريجر، فيلاقي التريجر بيقول له ايه انستد اوف، هو لوحده يروح جاي عامل ايه انستد اوف دي اكنها بدل يعني، فهو لوحده بيحط رول باك عشان دي انستد اوف بس. تمام، راح عامل الرول باك لمين؟ لل17 وراح راجع تاني. المهم ان انت في الاخر ما حسيتش بمين بالتاثير بتاع الكلام ده على الداتابيز بتاعتك يعني. ايه خلاص، في كونسترينز بتتم وفي رولز ممكن اعملها تتنفذ قبل ما يحصل بفورس، غير ان الستورد نفسها الكود نفسه بيبقى دايما جوه ستورد، لان ممكن تعمل اي اف ستيتمنت في اول ستورد خلاص، هي دي بفور. مش اتعملت فوق خالص اول واحده كنا عاملينها، كنا عاملين ادي انسرت ستيتمنت اهي، فين البيفور بتاع الانسرت دي؟ ده البيفور، ان هو بيشتغل كده بيعمل ستوردات فيقدر ينفذ اي بيفور اي بزنس رول هو عاوز يعملها قبل ما الكوري بتاعه يتنفذ خلاص. انا ممكن كمان اقول له ان انا مش عاوز انفذ ده مثلا، عاوز اقول له لا يعني، اولا احنا عاوزين نرجعه تاني يعمل ابديت، اولا عاوزين نرجعه تاني يعمل ابديت، فبتقول له والله انا عاوز اعمل دروب تريجر وتدي له اسم التريجر بتاعك ده لو انت عاوز تدروب التريجر ده خالص. طب افرض انت عاوز توقف التريجر ده شويه وبعد كده تستخدمه تاني، ممكن اقول له alter table اللي اسمه مثلا student، اقول له ان انا عاوز اعمل ايه disable للتريجر اللي اسمه مثلا t3. ايوه ايه على table student، بس هو التريجر اسمه t2. اه ما هو التريجر ده كان مكريت على تيبل ستودنت بس خلاص. ساعتها هل الابديت ستمنت دي هترن ولا لا؟ تعالوا نعملها مثلا وير كونديشن كده، وير ستودنت اندر سكور اي دي ايكوال مثلا اربعة، اعمل اكزكيوت واروح كده على التيبل بتاعي اديت رقم اربعة، هل الايج بتاعه كام؟ هنخليه كام؟ 30. تمام، اعمل الابديت ستمنت مين؟ ايه؟ تمام؟ فهمنا كده القصة؟ دروب؟ لسه ما خدناش الكلام ده، لسه ما خدناش. خلاص؟ تمام؟ فهمنا كده القصة؟ طب افرض ان انا عاوز امنع الناس كلها ان هي تعمل انسيرت وابديت وديليت. خلاص بس بوان تريجر. ممكن اجي ايه؟ اعملها على الداتابيز؟ هي الداتا بيز بتعمل عليها انسيرت وابديت وديليت، التيبل هو اللي بتعمل عليه انسيرت وابديت وديليت. خلاص اقول له انا عاوز اكريت تريجر تي 3 اون على تيبل مين؟ ستودنت انستد اوف ممكن اكتب كده ديليت على طول كوما انسيرت كوما ابديت، يعني مش لازم التريجر يبقى معمول ايه للانسرت او للابديت او مش لازم اعمل لكل واحد، لو في بيهيفير واحد يجمعهم هما الثلاثة مع بعض مفيش مشكلة. از وطلعوا مثلا سيلكت مثلا نوت الاوت. طبعا المفروض ان انت بتكاري التريجرز ما تخليهاش تخبط في بعض بقى، يعني ما تعملش واحدة افتر انسرت وتعمل واحدة انستد اوف انسرت، خلاص كده البيزنس انت كده مش فاهم البيزنس اصلا. تمام، لازم التريجرز بتاعتك تكون مكتوبة برولز صح ما تفايوليتش بعضيها يعني. فاهمين كده الدنيا؟ طب لو انا عاوز اعمل تريجر بعد الابديت بس اما يابديت كولوم ايج بالذات، يعني مش اي ابديت، تمام، بقول له انا عاوز اكريت تريجر على برضو تيبل ستودنت افتر ابديت، تمام، اس بقول له هنا اف في ميثود كده اسمها ابديت، دي ميثود بتاخد كولوم معين بس كده. انا بقول له ايه لو انت بتابديت مين الايج ابدا بقى نفذ الكلام ده، يبقى انا كده اكني عامل ايه هي افتر ابديت وكل حاجه بس مش ابديت لاي حد، مش لاي كولم، لو بابديت النيم عادي ماليش دعوه هخش جواها والاف ستيتمنت هتفايوليت خلاص هنفذ الابديت وخلاص، انما لو بابديت الايج بالذات ممكن اكون عاوز اعمل حاجه معينه. لا ما هو بعد خلاص انا بابديت الايج الاول، تمام اهو، بعد كده اكتب اي كود بقى خلاص انا عرفت ان انا بابديت الايج، اكتب اي حاجه اف ستيتمنت وايل سيلكت انسرت زي ما انت عاوز تكتب. لا عادي انا مش بابديت، انت بتتكلم على رقم معين صح؟ هو ده نفس السؤال. ايه
انا المهم اعرف الاول ان انا بابديت كولوم ايج الاول اعرف ده انا بابديت كولوم ايج انا عاوز بقى فاليو معينه اجي هنا كده واقول له والله لو كان الفاليو بتاعت الايج اللي انت بتعمل لها ابديت دي ب 20 انا مانع على 20 بالذات مثلا كده يعني ايوه يا باشمهندس بسلكت كريت ديكلير فاريبل ات ايج ودي من التيبل القيمه بتاعتك سلكت من التيبل الايجز اللي بتساوي الرقم اللي انت عاوزه كده الفاريبل بقى مليان بحاجه معينه وابدا اشتغل وصلت خلاص كل واحد منكم بقى كده ورقه وقلم كده ظريف وهطلب انا منكم تريجر تكتبوا لنا بقى بيعمل ايه ماشي اي ورقه صغيره هو تريجر صغير خالص مش كبير عاوزين نمنع تريجر بيمنع الناس ان هي تقضيت في شهر مارس عاوز اعمل ابديت بيمنع الناس انها تقضيت في شهر مارس خلوه كمان بيمنع الناس ان هي تقضيت والانسيرت والدليت كله بيمنع الناس ان هي تعمل اي حاجة بس في شهر مارس بالذات على تيبل ستوديو ايوه هو محتاج الكلام انت محتاج تفكير مش محتاج سنتكس في حاجه هي كرييت تريجر اون وبعد كده انستد اوف او افتر زي ما انت عاوز مفيش اي حاجه يعني عجيبه في كود عاوزين نمنع الناس انها تعمل انسيرت وابديت وديليت في شهر مارس تفكر انت يعني هو فيش هم دول شويه تريجرز في تريجرز بتاع ايه بتاع الايف ستيتمنت ايه الكونديشن عادي بعد الاس دي اعمل اكنك شغال براكتس كده واكتب اي كود بادي بتاع فانكشن بعد الاس اكتب اللي انت عاوزه اف ابديت فكرها مش فكر بس انت مش مهم هي كده بس انا مش محتاجه في اي حاجه انا بمنع الناس انها تبديت اي كولو مش كله معين اف ابديت دي لو انا هستخدمها غلط طبعا لو انا هستخدمها عشان ابديت كله معين او بتكلم في ابديت بتاع كله معين انا هنا بقول همنع الناس خالص انها تنسرت وتابديت والديليت خالص في شهر مارس كل حاجه كل الكولومز عايز هكتب جوه اللي بيحصل طيب بكتب الكونديشن بقى اعمل اللي انت عاوزه لا كله بعد اس غلط ما ينفعش اكتب كده في حاجه اسمها كده اف اي كود بيكتب بعد الاس بعد الاس اي كود عاوز تكتبه كتب بعد الاس وصل يا شباب
طيب مختصر المسافة، هو سؤال بسيط وجاوبوني عليه، سؤال بس، سؤال هي بدل ما تقعد تكتب وتتعب نفسك. كام واحد عملها افطر؟ هي لازم تبقى افطر، ما تنفعش تبقى انستد اوف ابدا، لان انستد اوف دي انا خلاص ممنوع، ما فيش حاجه اسمها شهر مارس هعمل ايه، لو كان شهر مارس هعمل ايه، هي انستد اوف، فهي مش انستد اوف ابدا، ما تنفعش تبقى انستد اوف. كلكم عاملين انستد اوف تمام. انا اقول ان انا عاوزك ايه تريجر على تيبل ستودنت تمام، افتر انسرت وابديت وديليت كله، انا عاوز امنع كل حاجه، انسرت والابديت والديليت، انا عاوز امنع الانسرت والابديت والديليت، عاوز امنع الكويريز يعني. لازم نمنع ان هو يشيل او يغير، بس يشيل او يغير، يابديت او يديليت او انسرت، عاوز ابنه يعمل كل حاجه، يعني مش هيسيب حتى ولا اي حاجه خلاص تمام. هو بيدخل كويري، وانا اكتشفت ان احنا بسيط على التاريخ كده، عرفت ان انا في شهر مارس، قلت له مش هينفع تنفس، هاجي هنا كده اقول له لو كان شهر مارس، طب انا اعرف هو منين شهر مارس، دي اتنين بتجيب لي المانس من مين، من الجيت ديت اكيد، دي كده لو كانت بتساوي مارس صح، لو كان ده شهر مارس اعمل ايه، انا مش عاوز انفذ الكويري صح، اعمل ايه بقى، دي اتنين دي كده خلاص خدتها انا، هجيب بس من المانس، لا لا مش دي، ده الفورمات خلاص، فهمنا كده، ده كده بيعمل ايه، كل اللي فكر ان الستيد اوف ده مش صح، يعني زي الستيد اوف، ما هو الستيد اوف ده يعني ممنوع، مفيش بقى شهر مارس مش شهر مارس، دي ممنوع، دي هتنفذ بدال الستيدمنت اللي انت مديها لي خلاص. الستيد اوف يعني ايه، عارف يعني ايه الستيد اوف، يعني الستيدمنت مش هتتنفذ، اه لا بس هو هيعملها رول باك قبل ما ينفذ الكود، هيوقفها خلاص، وصلت. طيب اهم حاجه بقى في التريجر، مش كل اللي اتقال ده، هو انا التريجرز ما بتاخدش بارامتر، التريجرز بتتكريت على مستوى التيبل والسيرفر والداتابيز، التريجرز ما ينفعش اعمل لها كل اوتوماتيك. الاهم من كده بقى ان في مع كل التريجر بيتكريت في الميموري بتاعتي عندي في السيرفر تيبل اسمه ديليتد وتيبل اسمه انسرت، يعني لو انا كريت مثلا دلوقتي كريت تريجر على تيبل مثلا استراكتور، هنقول مثلا افتر ابديت، افتر او انستد اوف، على فكره افتر دي في ناس، بعض الناس هي بتكتب بدل افتر بتكتب فور، فور هي افتر، الاثنين بنفس المعنى، باي ديفولت كده في البادي بتاع التريجر بيبقى بيكريت تيبل اسمه ديليتد وتيبل اسمه انسرت، يعني قلت له سيلكت ستار فروم ديليتد، سيلكت ستار from insert. وانا لو براني كويريز دي بره التريجر، بره اي تريجر، وبقول له execute هيطلع ايرور، ليه؟ انا ما عنديش تيبل اسمه ايه؟ deleted ولا تيبل اسمه ايه؟ inserted اصلا. سنتكس ايرور، الاثنين مش مظبوطين. خلاص؟ انما جوه التريجر بقى في تيبل بيكاريت اسمه deleted وتيبل اسمه بيكاريت اسمه inserted. طب بيكاريته مع ايه؟ اول ما يحصل فاير للتريجر يكاريته، اول ما يحصل فاير للتريجر. تمام؟ فانا لو جيت دلوقتي قلت له ان انا عاوز ابديت انستراكتور، سيت ان الانستراكتور اندرسكور نيم بيساوي مثلا علي، وير ان الانستراكتور اندرسكور اي دي بيساوي واحد، بكل المعلومات اللي احنا نعرفها قبل كده، هل دلوقتي اما تنفذ ابديت ستيتمنت زي دي تقدر انت بعد ما تنفذ الابديت ستيتمنت دي تقول لي هو الاسم القديم بتاع الانستراكتور رقم واحد ده كان كام؟ باللوجيك اللي احنا بالكلام اللي احنا نعرفه لغايه دلوقتي. تاني انا بنفذ ابديت ستيتمنت، الابديت دي هترن، هل في بعد ما ترن الستيتمنت دي او تدور انت على طريقه ان انا ابقى عارف الستيتمنت دي الفاليو القديمه كانت مين اصلا؟ مش اقدرش اعمل الكلام ده خلاص. انما مع التريجر ده، ميزه التريجر ده ان انا لما اجي اعمل اكزكيوت بيطلع لي بقى بيتكريت لي تو تيبلز بنفس الاستراكشر بتاع التيبل اللي مبني عليه التريجر، تو تيبلز
بنفس الاستراكشر بتاع التيبل اللي متكريت عليه مين؟ اللي متكريت عليه التريجر. طب بيبقى جواهم ايه؟ بيبقى جواهم ايه؟ ده بيدبند على الميثود اللي انت بتعملها او الاكشن اللي انت بتعمله. لو انا بنفذ انسرت ستيتمنت يبقى تيبل انسرتد هيبقى فيه الريكوردز اللي انت بتعملها انسرت وتيبل ابديتد فاضي. لو بنفذ ديليت ستيتمنت يبقى تيبل ديليتد فيه الروز اللي انا بحاول اعمل لها ديليت وتيبل انسرتد فاضي. لو بنفذ ابديت ستيتمنت ساعتها تيبل ديليتد يبقى فيه الداتا القديمه وتيبل انسرتد يبقى فيه مين؟ الداتا الجديده. يبقى تاني باي ديفولت مع كل تريجر او جوه كل تريجر بيكاري تو تيبلز، واحد اسمه ديليتد واحد اسمه انسرت، بنفس الاستراكشر بتاع التيبل اللي متكريت عليه التريجر. بنفس الاستراكشر بتاع التيبل اللي متكريت عليه التريجر بيبقوا مليانين بايه؟ ده بيرجع للاكشن اللي انت بتنفذه. لو انا بنفذ انسرت يبقى واحد منهم ديليتد هيبقى فاضي وانسرتد مليان. لو بنفذ ديليت يبقى ديليتد مليان وانسرتد فاضي. لو بنفذ ابديت يبقى ديليتد في الداتا القديمه وانسرتد في مين؟ الداتا الجديده. فهمنا كده القصه؟ في اي مشكله؟ طيب تاني كده جديد بتجيب تاريخ النهارده. ايه اللي دخلها بقى في الموضوع؟ لا مش هنا تفكيرك ما انت يعني عمال تفكر في دي وسايب اللي تحت. لا دي دي اه دي لو كان هو شهر مارس من السيستم من هنا كده هيعرف انا في شهر مارس ولا لا فهينفذ الابديت يعني. خلاص لو انا في شهر مارس هقول له رول باك، لو لا خلاص هتنفذ عادي. يعني هو ما بيعملش ابديت لو احنا في شهر مارس؟ هل؟ لان انا فاكر ان هو ما يدخلش كلمه مارس. لا لا ما علينا يعني خلاص ايا يعني كان انتوا فهمتوه ده اللي انا كنت عاوزه. طب انا عايز لو انا عايز ما عملش ابديت للكون التاريخ في مارس عادي مثلا يعني. زي واحد عادي عن طريق مين بقى؟ عن طريق دول. مش انت دلوقتي معاك في البادي بتاع التريجر تو روز يريبريزنتو او رو يريبريزنت انت بتعمل ايه بالظبط قبل ما تعمل اهو لسه ما عملتش اي حاجه صح؟ انا داخل الكويري اهو معايا تو روز يريبريزنتو وانا ممكن بقى اقعد ادور على اي فاليو واعمل اي كونديشن انا عاوزه زي ما احنا هنعمل بعد شويه كده. عاوزين نعمل ايه مثلا؟ عاوزين نمنع الناس ان هي تنسرت او تعالوا نقول عاوزين نمنع الناس ان هي تابديت تمام على تيبل انستراكتور ده تمام. عاوزين نمنع الناس ان هي تابديت على تيبل انستراكتور خلاص ويسيف لي مين الشخص اللي حاول يعمل ابديت وحاول يعمل ابديت امتى وحاول يعمل ابديت لمين. تاني عاوز اعمل تريجر، التريجر ده بيسيف عندي في تيبل، انا هعمل تيبل كده اسمه اوديت تيبل مثلا. التيبل ده هيتسيف فيه ايه؟ اسم اليوزر اللي حاول يعمل ابديت وحاول يعمل ابديت امتى وحاول يعمل ابديت لمين. ايه لمين هنشوف بقى. احنا الاول محتاجين نكريت التيبل اللي هنسيف فيه الكلام ده. كاري تيبل مثلا اسمه اوديت، التيبل ده هيبقى فيه هيبقى فيه مثلا اليوزر نيم او نيم مثلا ده فار كاركتر وفي الترانزاكشن ديت ده عباره عن ديت وفي الاي دي ده عباره عن ايه وران كده. ده تيبل موجود عندي ندروب بس التريجر اللي كان فوق الكود بتاعي بقى هكتب ايه؟ هقول له هنا ده instead of update انا بمنع الناس ان هي تعمل update. طب عاوز اعمل ايه؟ المفروض ان انا عاوز insert into audit تمام values واقول انا عاوز insert مين؟ لازم ايه؟ لا عادي هو كده كده سواء كانت افتر او انستد اوف ابديتد وديليتد بيتملوا تمام بس انا عايز اشوف هو بيعمل ابديت لمين بالظبط. ماشي ما هو ابديت لمين بالظبط دي يبقى الرو بتاعه موجود في ديليتد يعني هو ده انا بحاول اعمله دلوقتي. حتى لو عامل انستد اوف تمام فانا اجي اقول والله سيب لي اليوزر السيرفر يوزر اندر سكور نيم وال
جديد. طيب عاوز اعرف بقى مين الاي دي اللي حاول يعمل له ايه، اللي حاول يعمل له ديليت، فاقول له والله تعالى هنا كده اقول له سيلكت مين الستودنت انستراكتور اندرسكور اي دي فروم مين بجران كده الكلام ده، اقول له اكزكيوت. لو انا دلوقتي كتبت اي ابديت ستيتمنت بقى عاوز ابديت انستراكتور سيت من الانستراكتور اندرسكور نيم ايكوال علي وير من الانستراكتور اندرسكور اي دي ايكوال تو اجران كده ماشي. واجي افتح بقى التيبل بتاع اوديت ده مين دول، ادي الشخص وادي الطايق وادي الديت وادي وادي الاي دي اللي هو حاول يعمل له ايه، حاول يعمل له ابديت. فهمنا كده القصه، نقدر نلعب بقى بالانسيرتد والابديت ده زي ما احنا عاوزين زي ما انت عاوز خلاص تمام. زي ما في بقى تريجرز كده على مستوى التيبل اللي احنا خدناها دي خلاص بقى ملخص تريجرز. تريجرز هي سبيشال تايم من الستور، تريجرز ما بتاخدش بارامتر، تريجرز بيحصل لها كولينج اوتوماتيك اكوردنج للانسيرت او الابديت او الديليت اللي انت بتنفذها. في نوعين من التريجر، افتر وانستيد اوف. في تو تيبلز بيكاريتو دايما جوه اي تريجر، واحد اسمه ديليتد وواحد اسمه انسرت. مع كل فاير للتريجر بيكاري التيبل ديليتد وانسرت، بيكونوا بنفس الاستراكشر بتاع التيبل اللي متكاريت عليه مين التريجر تمام. انستيد اوف ما ينفعش اتشيك على اي حاجه، هو بس بقول له اعمل كذا كده. انستيد اوف خلاص يعني ممكن اتشيك على اي حاجه انا عاوزها، بس خلاص الابديت نفسها مش هتنفذ، الابديت نفسها عمرها ما تنفذ. قولي انت عاوز ايه وانا اعمل لك عشان مش فاهم. تعالى كده بتاعت مين شغلك قوي انت ليه دي صح؟ تعالى كده قولي بقى انت عاوز تعمل ايه وانا اعمله معاك. ايه ان انا استخدم عشان احنا كده كده لو عملناها انسيد اوف يبقى هو مش هيابديت اصلا. خلاص تمام، يبقى هو بيبقى مش هينفع تشيك على الدي. ما لا ملهاش علاقه، تشيك زي ما انت عاوز، بس المهم ان انت لما كتبت دلوقتي انستد اوف ده معناه ايه؟ خلاص مفيش، لغيت اصلا. صرف النظر عن الكود اللي انت كاتبه جوه، اكتب اي كود عمرك ما تعرف ترجعها تاني. تمام، فبمعنى كده ان انا ما ينفعش اتشيك على حاجه بعمل انستد اوف صح ولا ايه؟ انا عملت تشيك اهو. ثانيه واحده تعالى كده نعدل شويه في دي كده. انت بتقول ان انا ما ينفعش اتشيك على اي حاجه وانا عامل انستد اوف صح؟ تمام معايا. انا عاوز تيبل اوديت ده يسيف بس الاي ديز اللي اكبر من 10. هعمل ايه ساعتها؟ هحط ايه في ستيتمنت تاني؟ مفيش تعارض ما بين الاثنين وبعض، ده لوجيك. إيه جوه التريجر وجوه الستورد اكتب اي حاجه. اف ستيتمنت، وايل لوب، اي حاجه ايا كان التريجر ده انستد اوف ولا افتر، ده بيرجع للبيزنس، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ خلاص؟ تمام؟ وصلنا كده ولا لسه؟ السوليوشن بتاعنا ده كده. عندنا حاجه كمان اسمها ايه؟ دي دي ال تريجرز. تمام، ايه دي دي ال تريجرز؟ دي تريجرز بتتكريت على دي دي ال بقى، مش دي ام ال، مش الانسيرت والابديت والديليت. يعني تريجرز بتتكريت على مستوى مين؟ السيرفر او على مستوى الداتا بيز يعني. خلاص، لما انت تكتب تريجر بالشكل ده كده، ده التريجر ده كده معناه ايه؟ يبقى انت بتعمل تريجر على مستوى الداتا بيز. انه داتا بيز اللي انت واقف عليها فوق هنا كده، يعني واقف على اي تي اي كده، التريجر ده يعمل ايه؟ يمنع اي حد ان هو يدروب تيبل من مين؟ من الداتابيس بتاعت اي تي اي. فهمنا كده القصه؟ خلاص، بيمنع اي حد ان هو يدروب تيبل من على الداتابيس بتاعت اي تي اي. خلاص، طيب التريجر اللي تحت ده بيعمل ايه؟ ده بيقول لك والله انا عاوز اكريت تريجر على مستوى برضو الداتابيس فور دي دي ال اندرسكور داتابيس اندرسكور ليفل اندرسكور ايفنت. يعني ايه؟ يعني على مستوى اي دي دي ال كويري، يعني بعد الكرييت فيو، بعد الدروب فيو، بعد الكرييت تيبل، بعد الكرييت رول، بعد الدروب رول، اي واحده من دول خلاص، اي دي دي ال كويري ايا كان عامل ازاي خلاص، يبقى ده تريجر بيفاير على مستوى الداتابيز بعد اي دي دي ال ايفنت.
جوه التليجرام ده ممكن تكتب اي حاجه خلاص. هو في بس ميثود كده اسمها ايفنت داتا، دي ميثود بترجع داتا على شكل اكس ام ال. احنا لسه هنتكلم عن الاكس ام ال بتفصيل يعني. دي بتجيب لي شويه معلومات يعني، لو جيت اران كده كويري ده كده على الداتابيز بتاعه اي تي اي مثلا اكزكيوت تمام. لو انا جيت دلوقتي اران مثلا تيبل زي مين، او اران كويري مثلا زي كرييت تيبل اسمه تيست في اي دي ده انتجر، ده كده كرييت كويري على مين، على الداتابيز بتاعه اي تي اي. وانت مكاري التريجر بيران بعد مين، بعد اي دي دي ال كويري. اقول له اكزكيوت، مين اللي راجع بالنسبه لنا ده؟ احنا قلنا ايه جوه الكود، استقبل لي بس الميثود اللي هي البلت ان دي اللي اسمها ايفنت داتا، استقبلها لي في فاريبل وعرض لي الفاريبل. ادي كل اللي انا كاتبه. بس هو ميزه الايفنت داتا دي انها بترجع داتا على شكل اكس ام ال. دي بتجيب لك شويه معلومات عن الكويري بتاعه، يعني مين اليوزر واسم السيرفر، اسم اليوزر واسم السيرفر، السكيما اللي انت رنيت عليها، ان انت كنت بتعمل ايه بالظبط، تيبل ولا فيو، اسم التيبل او اسم الاوبجكت اللي انت كنت بكريته، شويه معلومات عن مين، عن الداتا بتاعتك. مفهوم كده؟ بتاع دروب. بس لازم ساعتها بقى اشيل ده يعني عشان ما يتعرضوش مع بعض، يعني ما يبقاش في فور. ما هي دروب دي انا كنت كاتب انستد اوف صح؟ يعني كنت كاتب فور برضو، ماشي مش مشكله. تعالى نقول فور كمان، بس دي هترول باك بس ماشي. لا لا، كل لو في كذا تريجر هيرنوا كلهم مع بعض ورا بعض. او عادي هنا دي قصدك ان انا اكتب هنا يعني ايفنت داتا. قولي انا معاك. هو بيطلع داتا لاي دي دي ال ايفنت صح؟ اه. يا ترى التريجر بقى نفسه كليب تريجر ده دي دي ال ايفنت فطلع داتا مره. اي نعم اي نعم، بس بعد ما يران اول مره. بعد ما يران اول مره، لما اجي كاري التريجر تاني، لما اجي كاري التريجر تاني هيطلع لي، بس لما يكون تريجر على مستوى الداتا بيز. تريجر على مش... ايوه يعني انا لو رميت ده مرتين هيطلع لي اه، بس مش ما اول مره تاني مره. حسب انت رنيتي اللي تحت ده الاول ولا يعني ده موجود ولا مش موجود؟ ده موجود. يبقى نيجي بقى الران اللي فوق ده زي ما هو كده، نقول له اكزكيوت، طلع لنا مين؟ كيت. اي دي دي ال كويري، اي كرييت ايا كانت الكرييت دي عامله ايه، اي كرييت والتر ودروب للفيو للتريجر للستور للبروسيجر للفانكشن ايا كانت. خلاص فهمنا كده القصه. في تريجرز كمان على مستوى السيرفر، يعني لو نزلنا تحت شويه كده بقول له والله انا عاوز اكريت تريجر وادي له اسم معين، واقول له انا عاوز اكريت تريجر ده على مين، على السيرفر بتاعي خلاص. واقول له والله ده مثلا برضو فور دي دي ال لوجن ايفنت، يعني ايه لاي كرييت لوجن او التر لوجن او دروب لوجن تمام. وبرضو بعرض مين الايفنت داتا عن الكويري ده. خلاص فهمنا كده القصه. سيرفر نفسه بقى من تحت كله كده مبني تريجرز، يعني سيرفر نفسه من تحت كده مبني تريجر. فاكرين لما كان في الدايجرام كان عندنا كاسكيد والاز نال والديفولت، هو ده عباره عن ايه؟ انت بتنفذ ديليت ستيتمنت او ابديت ستيتمنت صح؟ بس هو بيروح على الريليشن الاول اللي هو كانه تريجر موجود في الباك جراوند، يعرف الريليشن دي نوعها ايه؟ ان كانت انسرت ولا ان كانت كاسكيد ولا سيت نال، وبعد كده ينفذها وبعد كده يرجع تاني للكوري بتاعك. خلاص هو السيرفر نفسه كله من تحت مبني بالشكل ده كده. خلاص الدنيا مفهومه؟ صدعته ولا لسه الدنيا شغاله؟ خلاص ناخد كده كمان كويري وناخد بريك. عندنا حاجه اسمها اوتبوت ستيتمنت. احنا قلنا ان تيبل انسرتد وتيبل ديليتد دول ما لهمش اي وجود غير جوه مين، غير جوه التريجر. تيبل انسرتد وتيبل ديليتد ما لهمش اي مكان غير جوه التريجر. مع بدايه سيكول سيرفر 2008 هو طلع حاجه اسمها اوتبوت ستيتمنت. اوتبوت ستيتمنت ايه الاوتبوت ستيتمنت دي؟ لو انا دلوقتي بانسرت مثلا روف ستودنت بالشكل ده كده تمام، انا واقف على اي تي اي وبانسرت رو بالشكل ده كده، وعاوز اسلكت الرو ده بعد ما عملت له انسرت. خلاص ده عشان تقدر تعمل كده، انا بعمل انسرت الرو وعاوز اشوف الرو ده بعد ما عملت له انسرت اعمل ايه؟ اسلكته. او ان انت لو عاوز تشوفه كنت تعمل ايه؟ تريجر افتر انسرت يسلكت مين؟ from inserted فيتعرض لك تمام. بس بدل ما اعمل تريجر انا ممكن وانا بكتب الانسرت ستيتمنت نفسها، ادي الانسرت تمام، استخدم كيورد كده اسمها ايه؟ اوتبوت. الاوتبوت دي كانها كده زي التريجر بس على صغير، يعني
اقدر اكتب فيها وان لاين بس مش اكتر من كده، ما اقدرش اعمل اف ستيتمنت او اعمل لوب. يعني هو لو التريجر هيتكلم بس في الانسرتد والابديت دول، ممكن انا اقول والله ان انا عاوز اعمل ايه اوتبوت طلع لي مين الانسرتد دوت ستار. لو انا رنيت كده ده اكزيكيوت، تعال نشوف بس هو معترض على ايه. ديميل كانوت يعني تريجر في الستيتمنت ماشي، لازم يعني ادام انت هتستخدم الاوتبوت ما يبقاش فيه تريجرز على التيبل. هنروح على تيبل ستودنت ده تريجرز للانسرت، يعني اجي ران كده الانسرت ستيتمنت دي تاني كده واقول له اكزيكيوت فيطلع لي مين الرو. بس ميزه دي بقى كبرفورمانس دي اسرع من دول، لان دول انت هتروح تو راوند تريب لمين للسيرفر بتاعك، انما اللي تحت دي هتروح كام مره للسيرفر، هو مره واحده تعمل انسرت وتعمل سيلكت وترجع. انما في الاولانيه دي انا هعمل انسرت وارجع تاني السوليوشن بتاعي واعمل سيلكت وارجع تاني السوليوشن بتاعي. الفوق لازم ايه؟ طبعا لازم تكون عارف انت عملت الايه. تمام هنا لا هو كده كده بيسلكت من مين من انسرت. ونفس الكلام برضو مثلا ممكن اجي اعمل انا تيبل فران تايب كده اسمه ستودنت داتا واقول له والله انا عاوز انسرت اهي انسرت انتو مش عارف ستودنت واقول له اوتبوت وطلع لي مين الاي دي من انسرتد والجيت ديت وسايفهم لي. يعني كانك عامل برضو اوديت تيبل كده مع اي انسرت انت بتعملها بيعمل ايه؟ بياخد التايم وبياخد الاي دي اللي انت عملت له انسرت ويسيبه جوه التيبل ده. تمام لو انا رحت فتحت التيبل اللي اسمه ستودنت تيست ده ادي الرول هو حامل الاي دي اللي حاول يعمله انسرت وادي الايه وادي التايم بتاعه. خلاص فهمنا الموضوع؟ مش يعني الموضوع مش عارف تفهمين ليه، هو الموضوع مش كبير قوي عادي، هي فانكشنز برضو بس ليها سبيشال تريتمنت. يعني برضو حاجات بتاخد بارامترز زي ريتيرن زي اباص البارامترز للحاجه بتاعتي التريجرز وامتى بتفاير والانواع بتاعتها وهكذا. الموضوع مش يعني مش صعب قوي، هو القصه كلها في طريقه كتابه الكود. يعني انت بتيجي تعمل تريجر هتكتب ايه بقى جوه التريجر، هو ده الايشو في الموضوع. هكتب ايه جوه الستور هو ده الاهم، اللي هي ان انا هعمل بقى اف ستيتمنت ولا اعمل وايل لوب، البيزنس بتاعي بيقول ايه وهكذا. خلاص ايه الانسب في الاستخدام، استخدم تريجر ولا استخدم ستور ولا استخدم فيو ولا استخدم فانكشن؟ يعني هو ده الاهم في الموضوع. مين كان عاوز يسال؟ خلاص ايوه لان انا عملت انتو فهو دخل الرو زي سيلكت انتو كده، بس التيبل ده لازم يكون موجود. طب الكلام ده ممكن الكلام ده اعمله ايه؟ تعمل بقى سيلكت ستار فروم ده؟ لا يعني لا هو خلاص دي كده اتكتبت مفيش بقى، ما ينفعش اقدر اعمل اي حاجه ثانيه. اه بس دي ميزه دي ان هي عملت بانسرت واحده اتنين انسرت في ديفرنت تيبلز، بانسرت واحده عملت تو انسرت في ديفرنت في تو ديفرنت تيبلز. تمام وصلت كده؟ خلاص هناخد بريك كده تلت ساعه ونرجع نكمل. لا لازم اروح على كل تيبل واعمل. مش بتعمل عمال على بطال يعني. خلاص حتى هو بيجي في وقت من الاوقات يعمل لها ديسيبل لو هو عاوز، لانها بتبطئ الدنيا وبتوقف الدنيا. طب هو تقولي جوه تريجر؟ لا اكاري جوه تريجر ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ ليه لو انا عملت كل الستور دي هكاريت التريجر صح، جيت عملت كل تاني هيضرب، هيجي كرييت تريجر بنفس الاسم يضرب.